خلينا نجيو مع سي علي النويري، هو متفقد عام بالمندوبيه الجهويه للتربيه تونس اثنين. تونس اثنين بالضبط. أيه. واكيد برشا زاد معلمين نواب تبع المندوبيه الجهويه وضعيتهم صعيبه. اي نعرف ما تنجمش تحدث فيه الموضوع. والله هذا الموضوع اللي يهمك هو يهم بالضروره معناتها مباشره وزاره التربيه اللي من المفروض هي سلطه الاشراف دونك تتدخل فيه، لكن سي علي انت جيت بحذينا باش نتحدثوا على الاولمبياد الجهويه للابتكارات في الفيزياء. خلينا نفهموا ساعه ونحطوا ليفينمون هذايا في اطاره، هو تحت اشراف وزاره التربيه وانتم تشتغلوا مع المندوبيه الجهويه لتربيه تونس اثنين في تنظيم هذا الأولمبياد خاصة. بالضبط، مشكورة أخت فاطمة على الاستدعاء هذا، وكما حكيتي الأولمبياد الجهوية لابتكارات الفيزياء هي مسابقة علمية نظمتها هيئة تفقد العلوم الفيزيائية بتونس اثنين بالتعاون مع المندوبية الجهوية التربية بتونس اثنين، وطبيعي تحت إشراف وزارة التربية. هي مسابقة علمية تهدف إلى وضع التلميذ في قلب مشروع تعليمي خاص وين يدمج فيه تعلمات الفيزياء بصفة مبسطة. هو أنه اللي قراه في القسم القوانين والمعادلات والمعادلات الرياضية يدمجهم في مشروع باش يوظف فيه التعلمات نتاع العلوم الفيزيائية. ومن الأهداف المسابقة هذه هو أنه التلميذ يعطي معنى للتعلمات متاع الفيزياء. هك علاش ديجا احنا عملنا الأولمبياد هذه تحت شعار عندما نعطي معنى لتعلمات الفيزياء، وين هو التلميذ يشارك بحرية في اختيار الموضوع متاعه ويدخل ضمن فريق بين تلميذ الخمسه تلامذه يختاروا الموضوع هذاك بحريه، ويأطرهم استاذ ولا اثنين من الاساتذه، ينجم يكون استاذ فيزياء ينجم يكون استاذ من ماده اخرى. والحمد لله عندنا اساتذتنا متطوعين ومستعدين باش يخدموا وتطوعوا، عندنا اساتذه نتاع علوم فيزيائيه وزاد ثم اساتذه اخرى انخرطت في الموضوع وامنت بالفكره، كما الاساتذه بعض الاساتذه نتاع التقنيه، بعض الاساتذه نتاع الاعلاميه، بعض الاساتذه نتاع حتى استاذ نتاع الفلسفه. هي مناسبه باش نشكرهم برشا ونثمن العمل نتاعهم. وهل انه التلميذ في تونس يعني في علاقته بماده الفيزياء هل تعجبه الماده، تلقى تلامذه يعني شغوفين بها ويقراوها ويفهموها، والا اليوم لازم ندمجوا فيهم معناتها هالمسابقات وهالحاجات هذوما باش يخليك معناتها تغزر للفيزيك بنظره اخرى بمنطق اخر وقت اللي تقرب له، خاصه تكون معناتها العمليه تطبيقيه اكثر من معناتها نظريه. بالضبط، هي المشاريع هذه تحفز التلميذ وتنمي لك الكفايات المهاريه. احنا عندنا بعض التلامذه كمية كبيرة من التلامذة اللي حتى المعدل نتاع الفيزياء ما عندهمش، ولكن انخرطوا في المشاريع هذه. وهك علاش الاولمبياد هذه تخلينا نفكروا حتى في انوتر سيستيم ديفالواسيون، وين النوعية نتاع التلامذة هذه يلقاو حظهم في المدرسة العمومية ويلقاو حظهم حتى في التقييم، نعملوا لهم تقييمات خاصة بهم. لأنه لاحظنا أنه المشاريع هذه التلامذه اللي كانوا ما عندهمش حتى معدلات الفيزياء حسب ما يقولوا الاساتذه المؤطرين، انه النتائج نتاعهم تحسنت حتى في الترمستر الثالثه، لان بدا عندهم شغف وغرام بال وبداوا يفهموها اكثر، خاطر التطبيق وقت اللي تقرب ويولي حاجه ملموسه تفهمها اكثر، تولي عمليه انك تستسيخ هي إعطاء معنى لتعلمات الفيزياء، لأنه نحط التلميذ في موقع الباحث أمبتي شرشار في أمبتي لابوراتوار، يأطرى أستاذ باش يخرج يبتكر منتوج، والمنتوج هذا تكون عنده فائدة ليه مجتمعية وفائدة علمية. أكيد بالضبط. دوك لهنا الأولمبياد الجهوية للابتكارات في الفيزياء وقتاش باش تصير تحديدا، في أي تاريخ، وهل أنه مفتوحة للعموم؟ هي باش تصير في معهد الحرية اثنين يوم لحد 15 مايو،
هي اكيد مفتوحه للعموم والاولياء، يعني تلامذه حتى من مدارس اخرى يجيو معنا والاساتذه بيسيور خاطر باش يطلعوا على مشاريع التلامذه. اليوم الفعاليات اليوم هذاك تنقسم لزوز اقسام، القسم الاولاني يخص بعمليه تقييم المشاريع. عمليه تقييم المشاريع هذه تقوم بها لجنه خاصه بالتقييم حسب تقييم حسب معايير علميه واضحه جريد ايفالياسيون. وبعدين كيف توفى التقييمات هذيك المجموعه الاخرى عندنا خاطر بارتي اخرى في الفعاليات هذه، وين عندنا ثلاثة محاضرات من نوع الثقيل. محاضرة بتاع السي علي الحامدي مستشار في الإعلام والتربية اللي باش يحكي لنا عليها على التلميذ المبدع، عندنا محاضرة مع دكتورتنا الكبيرة أستاذتنا الكبيرة أستاذة زهرة بالأخضر أستاذة الفيزياء بكلية العلوم، وعندنا محاضرة زادة بأستاذتنا سعاد شقير الأحمر هذه أستاذة في المعهد التحضيري اللي بيست اللي بتاع المرسى. دونك في ثم المحاضرات هذه، كل المحاضرات هذه باش تدور حول قيمة الابتكارات، قيمة المشاريع في تنمية الكفايات المعرفية بالنسبة للتلميذ. يعطيكم الصحة. لكن قبل مازال أي تفضل أنا نحب نشكر ومساش نبدو نشكر ولا مازال مساش تحب تشكر تفضل. الشكر الكبير جدا للتلامذة اللي قاموا بالمشاريع، الشكر الكبير جدا للأستاذة اللي آمنت بالفكرة هذه وانخرطت في المشروع ودفعت من وقتها ومن جهدها ومن مالها، على خاطر تعرف أن المشاريع هذه مكلفة تتطلب فلوس، وما عندناش ميزانية خاصة تاع لنوعية المشاريع هذه. دونك كانت التمويل كان ذاتي. دونك شكري الكبير ليهم، شكر الاساتذه نتاع المواد الاخرى اللي انخرطوا معنا، الشكر الكبير زاد ما كل انسان نعطيه حقه السيد المندوب الجهوي بتاع تونس الثانيه سي محمد البزوني وكافه الاطارات اللي يسعوا جاهدين بصراحه باش نلقاو الجوائز باش نعطوها للتلامذه لانه ما ثمش جوائز. والشكر الاخير للسيد الوزير اللي اذن انه التظاهر هذه تصير تحت سامي الاشراف نتاعو باش يشرفنا بالحضور نتاع نهار الاحد، والحضور نتاع اكيد باش يشجع التلامذات ويشجع الاولياء ويشجع الاساتذه الخيرات في مثل هذه التظاهرات. مشكور جدا، مشكوره المندوبيه الجهويه للتربيه تونس اثنين، ومشكور زاده السيد الوزير فتحي سلاوتي الحقيقه اللي قاعد يعمل في خدمه كبيره ويتنقل ويشوف في الجهات.